وللمزيد حول وضع التعليم والسياسات التي انتهجتها حكومات ما بعد الاحتلال في العراق والتي أوصلت التعليم في العراق إلى مراتب متدنية عالميا، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الدوحة الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني. مرحبا بك معنا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا حياكم وسهلا. الله. دكتور، بحسب البنك الدولي فإن التعليم في العراق هو الأدنى مستوى في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أيضا، إلى ماذا ترجعون هذا التراجع الكبير في مستوى التعليم بالعراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. معروف طبعا للعالم وللموجودين في التعليم والتربية في العراق أن العراق كان يمتلك نظام تعليمي في السبعينات والثمانينات يعتبر أفضل أنظمة التعليم في المنطقة حسب اعتراف وتقرير منظمة اليونسكو. وطبعا هذا معناها أنه الحكومة قد قضت تقريبا على من خلال مكافحة أو حملات مكافحة الأمية على الأمية في العراق آنذاك. لكن الحقيقة تراجع التعليم ما بعد 2003، وهذا قد يكون أو ليس قد يكون، إنما كل المؤشرات تؤكد على أن هذا الموضوع مقصود، إيصال العراق إلى أدنى مستوى من التعليم. وما هو السؤال الذي تفضلت به الآن إلى أنه يعتبر العراق أدنى مستوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا السبب طبعا أسباب كثيرة، منها يعني تسييس النظام التعليمي والتدخل في المناهج التعليمية من قبل يعني تسييسها، قلة تخصيصات مالية رغم أن العراق موازناته تريليونية وطبعا المبالغ تصرف على الجانب العسكري والأمني، لا يوجد تخطيط مع سوء إدارة. وطبعا هنالك أصبح الآن يعني إهمال المدارس أكثر مما سبق بسبب جائحة كورونا وبسبب إيقاف التدريس اللي تفضلت عنها في تقريركم. نعم. ماذا عن الفساد؟ إلى أي مدى أدى تفشي الفساد في وزارات التعليم المتعاقبة بعد الاحتلال حتى اليوم فيما وصل إليه التعليم في البلاد، حتى أن بعض المراقبين يرون أنه نسف المنظومة التعليمية التي كانت موجودة من قبل؟ طبعا كل دولة متقدمة الآن، الدول تتباهى بما يلي، أنه هي قد يعني تجاوزت موضوع جائحة كورونا، فيروس كورونا، من خلال توفير نظام صحي جيد، من خلال نظام تعليمي متطور معتمد على التعليم الرقمي والتعليم عن بعد. وطبعا العراق لا يزال في مراحل الابتدائية، وهذا طبعا كله بسبب انه سوء الإدارات التربية والتعليم في العراق ما بعد الاحتلال، بحيث لا يوجد بناء حقيقي لمنظومة تعليمية. وحتى ما يخصص من مبالغ أو من تخصيصات مالية لا يصرف على بناء هذا القطاع، ولا يوجد قيادات كفوءة تدير هذا القطاعين التربية والتعليم بشكل جيد. ولذلك نجد أنه المنظومة التعليمية في تدهور، ويعني تدهور في السلم التعليمي على مستوى الوطني والإقليمي والدولي. كلامك يأخذنا دكتور إلى ظاهرة المدارس الطينية وافتقاد مقومات العملية التعليمية من مستلزمات أساسية للتعليم كما نشاهد في العراق. بماذا تفسرها في ظل المخصصات المليارية التي ترصد للتعليم سنويا؟ نعم، هو طبعا أحد أسباب اعتبار العراق يعني متخلف أو أدنى سلم في التعليم هو قلة الإنفاق على التعليم الأولي والعالي. وبالحقيقة ما ينفق عليه هو فقط أغلب رواتب مدرسين وموظفين، يعني ما يخصص لميزانية الاستثمار في التعليم لا يصل إلى يمكن ربما 1% من الميزانية. فطبيعي هذا ينعكس على بقاء ظاهرة المدارس الطينية المفروض حسب ما يعني جاءت به ما بعد احتلال العراق انه سيتحول العراق الى احد الدول المتقدمه، وانما ما وجدنا من هو زياده هذه المدارس الطينيه وسوء
المدارس الموجودة. يعني اليوم عندك أنت مدارس تعمل في عدة مدارس في بناية واحدة، البناية الواحدة تفتقر إلى مستلزمات الإنسانية للطلبة، فيظهر أنه الاهتمام في التعليم هو يعني لأغراض سياسية ودعائية وليس بنائية. اليوم العراق أكثر دولة لديه عطر رسمية دينية على مظاهرات، على انتخابات، وكأنه هاي الانتخابات راح توصلنا إلى أبواب العالم المتقدم. نعم دكتور يعني سلوان، على ذكر الانتخابات والحكومات، نحن على أعتاب تشكيل برلمان وحكومة جديدين في العراق هذه المرة. هل تتوقع تغيرا ما بعد هذه الانتخابات، لا سيما وأن أزمة التعليم ظاهرة للعيان وهناك تصنيفات عالمية متدنية كما نناقش الآن في هذا الموضوع؟ والله حسب ما يظهر لي أنه لا يوجد، أنا لم أسمع من يعني على مستوى ما يعرض على وسائل الإعلام أنه هنالك يعني من المرشحين الحاليين أو السابقين أنه هنالك حلول لموضوع التعليم وتطوير التعليم وجودة التعليم. ونحن يعني لا نريد أن نكرر ما قال المنتدى الاقتصادي العالمي بأن العراق في ذيل القائمة بحيث لا يوجد لديه حتى جودة تعليم، فكيف تريد من دولة تبني يحتاج إلى إعادة إعمار المدارس الموجودة ما يقارب 5 تريليون دينار عراقي، وزارة التربية حسب ما تقول هي تحتاج إلى 10,000 مدرسة، وإحنا نشهد اليوم في مسائل التنمية أو مشاريع التنمية مشاريع وهمية تخصص لها المليارات لكن لا يوجد حقيقة شيء على الواقع، ولذلك العراق أصبح متخلف. التعليم عندما يتخلف لا يوجد قدرات بشرية، لا توجد بناء اقتصادي، لا توجد دولة مستقبلية. ومثل ما تفضلت أنه الخريج في عمر 18 سنة تحصيل الدراسي هي 4 سنوات من عمره وليس 12 سنة كما يفترض أن تكون عليه. فأمام هذه الحالة لسنا متفائلين، لأن لا نجد سوى الشعارات ولا يوجد بناء حقيقي للمستقبل. ونقول الله المستعان، على الله يعين الشعب العراقي على هذا الوضع. شكرا جزيلا دكتور سلوان العاني، الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم من الدوحة.